الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة
الآخرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب
من أمل
والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين و
إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء صدق الله.